أكيد بتعرفوا أنه حياة كل واحد فينا هي عبارة عن نتيجة أو محصلة عاداته أو الممارسات اللي هو بيعملها كل يوم، سواء كانت هاي العادات أو الممارسات إيجابية أو سلبية. الأشياء اللي إحنا بنعملها أو بنمارسها كل يوم هي إلها أكبر نتيجة وتأثير على حياتنا. بالتالي إذا إحنا بنغير وضع حياتنا لازم إحنا نغير إشي بنعمله أو بنقوم فيه أو بنمارسه كل يوم. اليوم الفيديو رح يساعدك إنك تعرف كيف تبني عادات صحية توصلك لنتيجة أفضل بحياتك وتوصلك للنسخة الأفضل من حياتك، وبنفس الوقت تتخلص من عادات سيئة عم بتعطلك إنك توصل للنسخة الأفضل بحياتك أو إنك تطور حياتك. إذا حابب تعرف أكثر عن هذا الموضوع خليكم وكملوا الفيديو هذا للآخر. مرحبا، يعطيكم العافية، أنا رن. قبل ما نبلش الفيديو بذكركم تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس إذا حابين، يعني no pressure no pressure. قبل ما ندخل بالتبس أو النصائح اللي راح أعطيكم إياها بدنا نحكي شغلتين عن العادات لازم نعرفها. أولاً شو هي العادة؟ العادات هي عبارة عن تصرفات معينة بنعيدها بطريقة منتظمة ومتكررة كل يوم لدرجة إنها بتصير أوتوماتيكية ومنبطل نفكر فيها أو منحتاج إن نذكر حالنا فيها أو نكتبها على التو ليست، بتصير خلص طبيعية وتلقائية وأوتوماتيكية بحياتنا من كثر التكرار. طبعاً زي مثلاً لما بنصحى من النوم كيف كلنا بنغسل وبنفرش أسناننا بدون ما نفكر، لأنه صرنا بنعمل هالشغلة من إحنا وصغار كل يوم، فصارت أوتوماتيكية تلقائية بحياتنا بدون ما نفكر فيها. مش لازم نروح نكتب على التو ليست أنا اليوم لازم أصحى وأغسل وجهي وأفرش أسناني أول ما أصحى، لا خلص صارت تلقائية من كثر التكرار، فما بدها قوة إرادة، ما بدها دافع، ما بدها حافز، هي موجودة. ثاني شيء لازم نعرفه كيف بتشتغل هاي العادة، كيف العادات بتشتغل، وهذا الحكي بدي أحكيه تقريبا من كتاب قوة العادات. العادات بتشتغل عن طريق ثلاث مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الكيو، الكيو يعني الحافز أو الإشارة. ثاني مرحلة هي مرحلة الروتين، الروتين اللي هي العادة نفسها اللي إحنا عم نحاول نبنيها أو اللي عم نحاول نتخلص منها. ثالث شغلة هي مرحلة الريورد، الريورد هي المكافأة أو العائد اللي بيجينا من وراء هاي العادة. كل عادة سواء إيجابية أو سلبية إحنا بدنا إياها إلها عائد معين إحنا بنحبه. مثال عن الكيو مثلا الإشارة، إذا أنت بدك تحاول إنك تصير تمشي كل يوم مثلا 30 دقيقة بعد الشغل، الإشارة هي بالنسبة لك لما أخلص شغل، الروتين اللي هي العادة اللي هي إنك أنت تمشي 30 دقيقة، والريورد أو المكافأة اللي هي إنك مثلا إنك أنت تصير صحي أكثر أو تغير جو أو نفسيتك تتحسن أو تتخلص من الضغوطات بالشغل عن طريق الحركة والمشي. إذا مثلا بدنا ناخذ عادة سيئة بالمقابل، إذا بدنا نحكي عن مثلا التدخين، الإشارة للتدخين مثلا ممكن تكون بالنسبة لك إنك لما تشرب القهوة أو مثلا لما تلتقي بأصدقاء معينين أو مثلا بعد الوجبات بتحب بعد الأكل تدخن، هاي الإشارة اللي هي أنت بتذكرك إنه أنا بدي أقوم بهاي العادة، يلا أنا تذكرت بدي أدخن. والعادة اللي هي الروتين اللي هي التدخين، والريورد المكافأة اللي هي ما بعرف اللي بدخنوا بيعرفوا مثلا بتخليهم يحسوا احسن، بتفرفشهم، بتنفس عن غضبهم، ما بعرف، انا مش مدخنه فما بعرف شو العائد من وراء التدخين. انا بالنسبه لي التدخين سلبي، فاي عاده احنا ما بنحبها بحياتنا حتى لو هي سلبيه بس اكيد احنا بنعملها في عائد ايجابي عم يوصلنا من وراها حتى لو لها عوائد سلبيه تانية. في 8 قواعد لازم تعرفها ولازم تمشي عليها اذا حابب انك انت تبني عادات صحيه وتتخلص من عادات غير صحيه. يعني مش صحيه، مش ضروري لها بس علاقه بالصحه، بس هي صحيه ومناسبه لك لحياتك او سلبيه وما عم بتفيدك بحياتك. اول قاعده واهم قاعده هاي من كتاب اتوميك هابتس، العادات الذريه. معظم هاي النقاط من كتاب اتوميك هابتس، العادات الذريه لجيمس كلير. اول قاعده وهي اهم قاعده، قرر الشخص اللي انت بدك تكون عليه وتصرف على هذا الاساس. يعني شو؟ يعني غير هويتك من الاخر. جيمس كلير بيحكي انه في 3 طرق احنا بنقدر نغير فيها العادات. اولا الاوتكم تشينج اللي هو تغيير النتيجه، ثانيا البروسيس تشينج اللي هي تغيير الوسيله او الخطوات، ثالث طريقه وهي الطريقه اللي بينصح فيها جيمس كلير اللي هي الايدنتيتي تشينج اللي هي تغيير الهويه. لانه لما نغير الهويه تبعتنا رح نقدر نغير النتيجه ورح نقدر نغير الوسيله، بس اذا غيرنا النتيجه او الوسيله واحنا ما غيرنا الهويه رح نضل نرجع للعاده اللي احنا ما بدنا اياها، ورح يكون صعب علينا ان نبني العاده الجديده لأن الهوية تبعتنا اللي إحنا مقررينها ومتمسكين فيها ما بتتناسب مع العادة الجديدة اللي إحنا بدنا نبنيها. فلما نغير هويتنا أو تكون هويتنا بتتناسب مع النتيجة اللي بنوصلها، بديهياً الوسيلة رح تتغير معاها والنتيجة بعدها أكيد رح تتغير. فمثلاً إذا أنت بتعرف نفسك كشخص مدخن، أي حدا بيسألك تقول أنا شخص مدخن، أنت رح تضلك تتصرف كأنك شخص مدخن. وإذا أنت مثلاً بتعرف نفسك أنت دائماً بتقول أنا كسلان وما بحب الرياضة، لما تحاول إنك تصير صحي وتلعب رياضة ما رح تقدر، لأنك أنت هويتك وأنت مقتنع فيها وبتعرف نفسك على اساسها انك انت شخص كسلان وما بتحب الرياضه. بالتالي بيحكي جيمس كلير انه good habits can make rational sense but if they conflict with your identity you will fail to put them into action. فاذا انت شايف انه انت منطقيا لازم تصير انسان صحي وانك انت تلعب رياضه وشايف هذا الشيء كثير منطقي وانك انت لازم
تقوم فيه. إذا قناعتك وإنت كيف شايف حالك إنك إنت مش إنسان بتقوم بهاي التصرفات، مش إنسان بيلعب رياضة ومش إنسان صحي، ما رح تقدر تاخد التصرف والأكشن والفعل إنك إنت تغير هذا الإشي. بس الخبر الحلو هون إنك إنت بأي وقت بتقدر تغير الأيدنتيتي تبعتك، بتقدر تغير الهوية تبعتك وتتصرف على أساس الهوية الجديدة، وبتقدر تتخلص من هويتك القديمة. وزي ما بيحكي جيمس كلير، it's not about the how or the what. The how اللي هي البروسيس والوات اللي هي النتيجة. It's about the who first. بالتالي إذا أنت شخص مدخن بدك تصير غير مدخن، إذا حدا بيقدم لك مثلا سيجارة أو إشي، ما تيجي تقول أوه أنا عم بحاول أبطل تدخين، قول أنا غير مدخن. لأنه إذا قلت أنا عم بحاول أبطل تدخين، أنت لسه عم تحكي إنك أنت مدخن، إنك أنت لسه شايف حالك مدخن بس أنت عم بتحاول تبطل تدخين. بينما إذا جيت قلت أنا غير مدخن، هون أنت غيرت هويتك وغيرت الطريقة اللي بتعرف فيها نفسك، بالتالي فرصة إنك تنجح بالتخلص من هاي العادة أكبر. ثاني قاعدة هي تذكر الأربع قواعد لبناء عادة صحية، أو الأربع قواعد هم نفسهم للتخلص من عادة سلبية، هم نفس القواعد بس بنعكسهم لما نيجي بدنا نتخلص من العادة السلبية. كيف إحنا حكينا عن الكيو والروتين والريورد اللي هم الحافز والعادة والمكافأة، هم نفسهم بس جيمس كلير غيرهم بطريقة تانية. هم الكيو الحافز أو الإشارة أو المؤشر، ثانيا هي الكريفينج الرغبة لهذا الإشي، ثالثا هي الريسبونس الاستجابة أو العادة، ورابعا هي الريورد المكافأة أو العائد. بالنسبة لجيمس كلير، عشان إحنا نبني عادة صحية، عادة صحية وإيجابية، لازم الكيو اللي هي المؤشر أو الإشارة تكون واضحة ومحددة. يعني ما نعتمد على الفرصة، ما نعتمد على الصدفة، ما نعتمد على الحافز، لازم تكون الإشارة واضحة ومحددة. يعني نقرر المكان والزمان المحدد، يعني مثلا أقول أنا راح أعمل هاي العادة بهذا المكان بهذا الوقت، يعني I will behavior at time and location. يعني أنا راح أمشي كل يوم 30 دقيقة بعد الشغل بالحديقة اللي جنب الشغل أو أي مكان بدك إياه. بهاي الطريقة إحنا بنخلي المؤشر واضح، فأسهل إلنا إنه إحنا نلتزم بالعادة. ثاني شغلة اللي هي craving اللي هي الرغبة، عشان الرغبة تكون موجودة لازم نخلي الفعل أو العادة اللي بدنا نقوم فيها جذاب بالنسبة إلنا ومحبب. إنه مثلا نروح على مكان إحنا بنحبه أو نحمس حالنا إله بطريقة معينة، نحبب حالنا فيها بالطريقة اللي إحنا بتناسبنا، نخليه جذاب لإلنا. طبعا هذا الإشي بيختلف من شخص للتاني، كيف أنت بتنجذب لعادة معينة غير عن كيف أنا بنجذب لعادة معينة، فبتختلف من شخص للتاني شو محفزاتك ممكن تكون، شو هو الإشي اللي ممكن يخلق عندك الرغبة هاي. ثالث شغلة اللي هي الريسبونس أو الاستجابة، لازم نخلي الموضوع سهل عشان إحنا نقدر يكون عندنا استجابة أو نقوم بالفعل هاي ونقدر نقوم بالعادة هاي أو نخلق هذا الروتين. مثلا بدل ما أقول أنا بدي أمشي ساعة ونص كل يوم بعد الشغل، أقول لا رح أمشي 30 دقيقة، وخليها أبسط، ممكن أبدأ من 10 دقائق. إذا أنا قايلة مثلا أني بدي أمشي ساعة كل يوم بعد الشغل، ممكن إذا أجتني الرغبة ممكن أكسل، ممكن أستصعب الموضوع، بس إذا خليت أني أنا بدي أمشي 10 دقائق رح يكون أسهل بالنسبة لي أني أنا أخذ الخطوة وأبدأ فيها. وممكن نبدأ صغار وبعديها شوي شوي نبني، بعد ما نبني العادة وتصير عندنا مغروسة أكثر بيومنا ممكن إنه إحنا نزيد. وآخر إشي هي الريورد أو المكافأة، هي إنه نخلي المكافأة مرضية، شعورنا بس نعمل العادة، شعور الرضا اللي حيكون عندنا، شعور الفخر اللي رح يكون عندنا، أو مثلا نكافئ حالنا بأي مكافآت خارجية. طبعا عشان نتخلص من عادة سلبية لازم العكس، مثلا مؤشر أو الإشارة أو الحافز أخليه غير محدد وغير واضح. إذا أنا مدخنة مثلا بدي أتخلص من عادة التدخين، أول إشي بعمله إنه أي إشي بذكرني بالتدخين أحاول اني ابعده عني واوقفه وابطله. مثلا الكريفينج او الرغبه نخلي التدخين غير محبب وغير جذاب، مثلا نحاول نذكر حالنا باضرار التدخين او باي امراض ممكن تصيب اي حدا من التدخين. انا كثير كرهت الناس اللي بدخنوا حياتهم اليوم، بس هو مثال يا جماعه، بس هو فعلا التدخين مش منيح. ثالثا الاستجابه، اخلي الموضوع صعب بالنسبه لي اني انا ما اقدر اقوم فيه، يعني ابعد عن نفس التدخين، اخلي الموضوع بالنسبه لي كثير صعب وكثير بعيد. والمكافاه هي اني انا مثلا اخلي التدخين غير مرضي بالنسبه لي، احس انه انا مش مرتاح لما انا ادخن، مش هذا انا اللي انا بدي اكون عليه الشخص، مش حابب الاشي اللي انا بدي اكون عليه، احس انه النتيجه اللي عم تجيني من وراء التدخين غير مرضيه وغير مجديه. ثالث طريقه هي جرب الهابت ستاكينج، هاي الطريقه كثير مفيده وانا جربتها، هلا احكي لكم مثال كيف انا جربتها. الهابت ستاكينج هي اني اخلي عادتين ملتزمين ببعض، اني اجمع بين عادتين، او اخلي يعني خلينا نقول اسمه جمع العادات او تراص العادات، اني اجمع بين عادتين واربط دائما بيناتهم. فمثلا اذا في انا عاده انا دائما بعملها، احاول اربط فيها العاده اللي انا عم بحاول بدي ابنيها. مثلا انا دائما بحضر يوتيوب فيديوز كثير بحضر يوتيوب فيديوز، كثير بحب يوتيوب، بس لقيت حالي اني انا ما في حركه كثير بيومي لاني لما احضر دائما بقعد، فصرت لما بدي احاول اني اخلي في حركه بحياتي اكثر صرت اربط عاده المشي باني
احضر يوتيوب. انا بعرف اني انا بحضر يوتيوب هذا اشي كل يوم موجود بحياتي، صرت عشان احفز حالي على الحركه اكثر اني انا امشي وانا عم بحضر اليوتيوب فيديوز، فحطيت هدول العادتين مع بعض فصار اسهل بالنسبه لي اني التزم بالعاده اللي انا ما عندي اياها، لانه عملت لها ستاكينج جمعتها بالعاده اللي انا بعملها. رابع نقطه وهي نقطه كثير تشبه هاي النقطه، اللي هي اربط بين عاده انت لازم تعملها بعاده انت اوريدي بتحب تعملها. مثلا اذا بدك تحاول انك انت تركض كل يوم على التريدميل، انت بتكسل او ما بتحب هذا الشغل، حاول انك تعمل اشي تاني بنفس الوقت انت بتحبه، مثلا تسمع اغاني انت بتحبها. انا مثلا عشان اشجع حالي اركض على التريدميل بحضر هاوي مات يور مذر او فريندز او بروكلين 99، مسلسل كوميدي انا بحبه، انا بحب اضحك فبركض وانا بضحك، شكلي بيطلع عبيطه بس يعني whatever. مهم بركض ولا ما بركض بالأخير؟ بركض. إنك مثلا تحكي لحالك إذا ركضت على التريدميل راح أحضر حلقة من المسلسل اللي أنا بحبه، إذا مشيت اليوم راح أحضر يوتيوب فيديوز وأنا عم بمشي. لما تربط عادة أنت لازم تعملها بعادة أنت أوريدي بتعملها وبتحب تعملها أوريدي مغروسة بيومك أصلا، راح يكون كتير أسهل إنك أنت تلتزم بهالعادة من إنك أنت تبنيها أو تعملها لحالها بوقت منفصل. خامس شغلة أو رابع شغلة مش عارفة، اللي هي حاول إنك أنت تختلط بناس عندهم العادة اللي أنت حابب تبنيها وحابب تكون عندك، هي إشي عادي وتصرف عادي مرسوك كل يوم، هم متعودين عليها كل يوم. يعني مثلا اذا انت بدك تبني عاده الرياضه مثلا، لما تحتك بناس هم عندهم الرياضه كل يوم وبيروحوا بيعملوا رياضه كل يوم، راح يصير الموضوع عندك اسهل وعادي انك انت تبنيه، غير عن لما تكون مثلا تحتك بناس هذا الموضوع بالنسبه لهم زيك صعب وغير طبيعي ومش متعودين عليه. نفس الشيء بالعادات السلبيه، لما انت تحتك بناس مثلا تدخين اجين، لما تحتك بناس بدخنوا كتير اسهل انك انت تصير مدخن، لانه انت هذا الناس عندهم التدخين شيء عادي ويدخنوا كل يوم وطبيعي بالنسبه لهم، فانت راح يصير اسهل انك انت تنجر معاهم. بينما اذا بتحتك بناس ما بيدخنوا بالعكس حتى لو كنت مدخن يمكن اسهل بالنسبه لك انك تبطل تدخين. القاعده السادسه هي ان ماستر ذا ارت اوف شوينج اب، يعني اظهر كل يوم مهما كان، تاكد انك انت تظهر وتمارس هاي العاده اللي انت بدك تعملها كل يوم. زي ما بيقولوا قليل مستمر خير من كثير منقطع، انك انت تعمل هاي العاده كل يوم حتى لو بطريقه صغيره احسن ما انك تعملها بمراحل متباعده وبطريقه كبيره، وهذا الشيء رح يخليك تستمر فيها وتبنيها بطريقه منتظمه اسهل على المدى الطويل. سابع قاعدة هي ما تغيب مرتين، never skip twice. إذا اليوم لأي سبب من الأسباب أنت ما قدرت تمارس هاي العادة اللي أنت بدك تعملها أو تقوم فيها، تأكد أنك تجبر حالك بأي طريقة من الطرق أنك بكرة لازم تعملها، لأنه زي ما بيحكي الكاتب جيمس كلير، إذا أنا اليوم ما عملت العادة هذا غلط وعادي والأخطاء بتصير وواردة وأكيد حتصير وأكيد حتواجهنا، بس إذا صار أنه يومين ورا بعض ما عملت هاي العادة معناها هون صار بداية بناء عادة جديدة، اللي هي عادة الإهمال أو عادة السكيبينج أو عادة الغياب أو عادة إني أنا أكسل إني أنا أعمل العادة. فالخطأ وارد لما يصير مرة، بس لما يصير مرتين ورا بعض هذا مش خطأ، هذا بداية عادة جديدة وهي عادة سيئة. فبيحكي الكاتب إنه هذا الإشي أشبه بالانتخابات مثلا، الأشخاص اللي بيفوزوا بالانتخابات ما بيفوزوا لأنهم أخذوا كل الأصوات، عمره ما حدا بياخد كل الأصوات، هم بيفوزوا لأنهم أخذوا أغلب الأصوات. فأنت رح توصل للنتيجة اللي أنت بدك إياها ورح تبني العادة إذا أنت أغلب الأيام عملتها ويشود وظهرت ومارست هاي العادة واشتغلت عليها. آخر نقطة هي مش من الكتاب، هي مني من تجربة شخصية، هي ما تيأس. ما تيأس لو شو ما صار، مهما تركت عادة وحسيت انك انت نسيتها وخلص بطلت موجودة عندك، حسيت انك انت المرة الجاية بدك ترجع تبنيها من اول وجديد وتبدأ وتتعب من اول وجديد، ما تيأس. مع تكرار انك انت تترك وترجع تترك وترجع، رح تلاقي انك انت بيوم من الايام فجأة الاشياء كليكت، فجأة الامور صارت طبيعية وفجأة الامور صارت اوتوماتيكية، حتى انت حتستغرب حتقول انا طول عمري متغلب اني ابني هاي العادة كيف فجأة صارت طبيعي، حتنسى شو هي المرحلة الانتقالية هاي كيف فجأة صارت، لانه التكرار بالاخير والاصرار رح يخليك توصل. صارت معي هالشغلة باكثر من شغلة بحياتي من اكثر من مثال، بس رح اعطيكم مثال واحد، لو مثال الفلوسينج، تنظيف الاسنان بالخيط. انا دائما كنت بحاول ابني هاي العادة وكنت جدا مستصعبيتها جدا، واحاول اني انظف وانسى يوم واتذكر يوم واقعد اسبوع ما انظف وارجع يوم يومين ورا بعض بعدين انسى بعدين ارجع، سنين قعدت هيك. بعدين فجأة انا هلا صرت لي سنتين تقريبا بنظف اسناني بالخيط كل يوم مرتين. كيف صرت ما حد يسألني، ما عن جد ما بعرف عن جد فعليا ما بعرف، كنت دائما تعبانه وانا بحاول ابني هاي العاده بحاول اتذكرها وبنسى او بكسل او ما بدي او مش حابه، بعدين فجأة صرت مش بس اعملها صرت اعملها وانا بحب اعملها. كيف صار ما بعرف، اللي بعرف انه مع التكرار والاصرار، وهي مش العاده الوحيده اللي صار معي هيك فيها، حتى عاده المشي. كيف وصلت ما بعرف، امتى بالضبط وصلت ما بعرف، فعليا ما بعرف، بس اللي بعرفه انه بالاخير حوصل، وهذا الشيء بيعطيني امل بالعادات اللي انا متغلبه انا اصلا اني انا ابنيها هلا بحياتي. بحس انه هدول الكم من عاده اللي انا صارت معي فيهم هاي الانسيدنت يعني بيعطيني امل انه خلص ان شاء الله العادات اللي انا عم بشتغل عليها ومتغلبه هلا وحاسه انه يا الله ما في امل ومهما اتعب ومهما كذا، بحس انه لا بالاخير راح اوصل. ما تيأسوا من
انكم تبنوا عادات منيحه وعادات ايجابيه بحياتكم بتحسوا انه حتخليكم توصلوا لمكان احسن. مهما بعدتوا مهما رجعتوا حاولوا انكم ترجعوا تبنوها وترجعوا تحاولوا فيها، لانه بيوم من الايام رح تصير عاديه اوتوماتيكيه كيف ما حدش بعرف. هذا هو كل شيء حبيت احكي لكم اياه اليوم من كتاب اتوميك هابتس او من تجارب هيك عامه. كل انتم شو في عاده هيك متغلبين نفسكم تبنوها او عاده انتم ما بتحبوها فيكم نفسكم تتخلصوا منها، احكوا لي اذا حبيتوا هذا الفيديو واستفدتوا منه. اذا حبيتوا هذا الفيديو واستفدتوا منه اعملوا له لايك عشان اعرف انكم انتم حبيتوه واستفدتوا منه، واعملوا له شير مع اصدقائكم او مع اي حدا بتحسوا انه رح يستفيد منه. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وبشوفكم المره الجايه. باي.